دائما المرأة كانت تجي رديف وبأحسن الأحوال داعم للعمل، ما بتجي مشاركة فعلية، وهذا له علاقة بثقافة المجتمع وحكم المجتمع على المرأة بأنها تاخذ دور معين، يعني الأم والمربية والداعم، علاقة كمان بتشجيع الدولة على أنها تاخذ المرأة دورها، يعني كنا كثير قليل نشوف المرأة بمناصب. بدنا ناخذ نسبة النساء بالجامعة بسوريا بالفروع العلمية نسبة لا تقل عن الرجال، فليه ما تلعب هي دورها بالمجتمع بعدين؟ يعني لما كان الحراك سلمي أنا كنت أشوف إنه وجود النساء لا يقل عن وجود الرجال، وجوده هو ضامن لحقوق النصف الثاني من المجتمع اللي نحن بالأساس كنا شايفين إنه هو ما أخذ حقه، يعني قبل الحرب وقبل الخسارات. لا ديمقراطية بدون النساء، ومنشان هيك نحن بدنا نشتغل على هذا الموضوع. أول شيء تأكيد مشاركة المرأة بإيجاد أو بالمشاركة ببناء معاهدة السلام، السلام المستدام والضامن لحقوق الجميع. نؤمن بجندرة العملية الدستورية والسياسية كلياتها، على الأقل نطلع ونساهم بالتوصل إلى دستور ضامن لحقوق الجميع والمساواة التامة. المجتمع بحاجة للجميع، بحاجة للرجل وبحاجة للمرأة. لازم بقى نمشي باتجاه أنه نبني مجتمع عصري تعددي، نساهم بردم هذا الشرخ المجتمعي اللي حصل نتيجة الحرب.